أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من أعلى قمة في أوروبا، شاب يمني يدعو لإحلال السلام في بلاده. لص يسرق منزلا في تعز ويترك رسالة اعتذار. إنقاذ 4 صبية محاصرين داخل كهف بتايلاند. أهلا بكم. بدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث، وكما يقول موقع المصدر نت، زيارة للعاصمة السعودية الرياض لإجراء مباحثات مع مسؤولين سعوديين بشأن الأزمة اليمنية. نقلت وكالة الأناضول عن مصدر في مكتب المبعوث الأممي قوله إن زيارة جريفيث للرياض قد تستمر يوما واحدا، وسيتجه بعدها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للقاء الرئيس هادي ورئيس الحكومة أحمد بن داغر. وكان جريفيث قد غادر صنعاء الأربعاء الماضي بعد لقائه بزعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي. وقال المبعوث الأممي أن الرسائل التي تلقاها من جميع الأطراف في اليمن إيجابية وبناءة، وتكثف الأمم المتحدة عبر مبعوثها حراكها الدبلوماسي للتوصل إلى حل لوقف هجوم القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي على مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أكتوبر 2014. في المقالات التي تعنى بالشأن اليمني، وعلى هامش 7 يوليو، وهو اليوم الذي انتهت فيه حرب صيف 94 بين شركاء الوحدة اليمنية، كتب القيادي في المقاومة الوطنية بمحافظة عدن علي سعيد الأحمدي مقالا بعنوان دروس بليغة أم بكائية لا تنتهي. يقول الكاتب: في 7/7/1994 كنت أتعجب من احتفالية بعض الجنوبيين في هذا اليوم الذي انتصر فيه علي صالح الشمالي على علي سالم الجنوبي. فما الذي يحمل جنوبيا يرى ما مارسه نظام صالح وحلفاؤه من اغتيالات ونكث للاتفاقيات على التبرير والاصطفاف مع هذا الشريك غير الأمين؟ مرت الأيام وتقلب الزمان وصولا لتحرير عدن والمناطق الجنوبية من عدوان قوات الحوثي وعلي صالح في 2015، ليمسك أبناء الجنوب بأرضهم ويتقلدوا مختلف المناصب، ويحصل نوع من تقاسم السلطة بين فرقاء الأمس في محاولة لتأسيس مرحلة جديدة تمسح الماضي الأليم. اليوم ومع التجاذبات التي حصلت وطفوا شتى الآفات المدمرة للمجتمعات من مناطقية وفساد مستجري وأحقاد ظاهرة وانتقامات بغطاء أمني، يعود الجنوب لنفس المربع السابق بنفس العقليات القروية المتبادلة التي لا ترى في الدولة إلا مكسب، ولا المناصب إلا تحقيقا للذات، ولا عدن إلا غنيمة، وأهلها مجرد موظفين لا قرار لهم. اليوم 7/7 يظهر بمظهر مختلف لم يعد يراه ذلك الفتى الصغير، مجرد انقسام شمالي جنوبي قدر ما كان ناتجا لمشاكل جنوبية عميقة تمتد منذ 67. وما هذا اليوم إلا عرض من الأعراض وجرح من جراحات استمرت طوال تلك الفترة من 67 وصولا إلى 94 وامتدادا لليوم هذا. هل يفيق الجنوبيون ليلتمسوا العظات والدروس من تلك الأيام الشهيرة ومنها يوم 7/7، ويتعلمون أن الانفراد لا يجدي، وأن الإقصاء لا يولد إلا إقصاء، وأن الانتقام لا يبني دول؟ السلفيون يعيشون تغريبتهم الثانية، الحوثيون ينقضون عهدا مع دار للحديد جنوبية صنعاء. تحت هذا العنوان كتب موقع يمن مونيتور: آخل قلاع السلفيين الذين وقعوا عهدا مع الحوثيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بعدم التعرض لهم انهارت حين دعا إمام معهد في معبر بمحافظة ذمار إلى مغادرة 5000 طالب سلفي. قال مراسل يمن مونيتور نقلا عن مصادر في المركز أن الشيخ محمد الإمام أصدر توجيهاته للطلاب بالمغادرة بعد أن حاصر مسلحون حوثيون المعهد الأسبوع الماضي وقتلوا حراسه بعد رفض الإمام طلبا حوثيا بإصدار فتوى تدفع الطلاب للقتال في صفوف الجماعة في الحديدة. أحد طلاب دار الحديث كشف في تصريح خاص ليمن مونيتور قوله: التحرك السريع من قبل قيادة الدار خاصة من الشيخ محمد الإمام أنقذ 5000 طالب، وذلك بإعلان سرعة إخلاء المركز من الطلاب ومصارحتهم بالواقع والتهديد المحيط
بهم. وأضاف الطالب الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن آليات عسكرية لجماعة الحوثي حاصرت مركز دار الحديث في معبر، تطور بعده المشهد لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل أحد طلاب المركز وهو من الحراسات الأمنية. وقال طالب آخر إن إعلان الشيخ الإمام وطلبه مغادرة الطلبة لم يسبق أن حدث، وأن إعلانه كان نتيجة مخاوف من اعتقال الطلبة وإجبارهم على القتال في صفوف الحوثيين. وفي الشأن المحلي أيضا، كتب مصطفى الجبزي في يمن مونيتور مقالا بعنوان ألقات صورة الجحيم والجنة، وجاء في المقال: الحديث عن القات حديث شائك جدا، وهو ككل ظاهرة اجتماعية تقسم الناس إلى مناصرين ومعارضين وتفتح الجدل إلى درجة تصل إلى السطحية والخفة والنكاية. المناصرون ينطلقون من زاوية ذاتية دون الالتفات إلى الأبعاد السلبية للقات الاجتماعية والاقتصادية، العزلة الفردية من ناحية والتقوقع الاجتماعي والصحة العامة، وهذه نقطة الجدل والتهويل، لكنها على المدى البعيد ممكنة. ولن نتجاهل الأمن الغذائي، لأن زراعة القات تكون على حساب محاصيل أخرى. المعارضون للقات جعلوا منه موضوع نجاح شخصي وقضية وجودية يمكن من خلالها تبوؤ مكانة اجتماعية والحصول على قبول اجتماعي، وأهم من هذا تمثيل جهة تخاطب مع المنظمات الدولية ووسائل الإعلام، وهذا لا يكون إلا بالتنميط والتعامل الاستشراقي مع المسألة. هذه تقنيات مفهومة، لكن ما يعاب عليهم والتعامل المجتزأ مع الحقائق العلمية الخاصة بالقات، حيث جعلوا من محاججتهم طريقة لنيل من متعاطي القات في اليمن، بل إنهم يرطنون بخفة حول القات باعتباره المشكلة الأولى في اليمن. شخصياً لا أرى في القات عاراً وطنياً، ولا أتردد في قولي إني أمضغ القات، هذا شأن شخصي ويندرج ضمن الحرية الشخصية ومفاعيل الاندماج الاجتماعي والممارسات الهواياتية. وإذا كنت لا أمضغ القات فهذا لا يعطيني الحق في استراء الآخرين. تجريم القات في العالم ليست حقيقة مطلقة حوله، وهو تجريم غير منطقي وله دوافع أخرى غير الضرر والإدمان. وإلا فلماذا الكحول والتبغ غير مجرم بينما يقعان في أعلى قائمة الضرر الصحي والإدمان؟ الأضرار الحقيقية للقات في اليمن تحديداً هي أنه يستنفذ المياه الجوفية في بلد يفتقر إلى الماء، ويستهلك 70% من المبيدات والمواد السامة التي تستخدم دون اعتدال ولا حرص على سلامة المستهلك. تسلق ناشط شبابي يمني أعلى قمة أوروبية ليدعو لإحلال السلام في بلاده، كما ورد في موقع عدن الغد، حيث أنهى الناشط عثمان الحدي رحلة تسلق القمة الثالثة له من بين أعلى 7 قمم في العالم، وهي قمة جبل البروس أعلى قمة في أوروبا وخامس أعلى قمة في العالم، كأحد فعاليات مبادرة اليمن من جديد، وهي مبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية وإحلال السلام في بلده الذي مزقته وأنهكته الحرب وأدخلته في كارثة إنسانية كبيرة. جبل البروس بركان خامد يقع في سلسلة جبال القوقاز الغربية بروسيا، يعتبر من أصعب جبال العالم تسلقا نظرا للظروف القاسية والانحدار الشديد وانخفاض درجة حرارته التي تصل إلى 30 درجة تحت الصفر، ناهيك عن رياحه العاتية، ما يجعله أكثر جبال العالم في معدل وفيات المتسلقين. صعود عثمان الحدي لقمة جبل البروس استغرق 7 أيام، إلا أن الأجواء المرتبطة به تطلبت من الشاب اليمني تدريبات رياضية بدنية وفنية مكثفة لتفادي مخاطر السقوط أو التجمد، استمرت 6 أشهر متواصلة. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد.
لصٌ يسرق ويعتذر. جاء هذا في صحيفة العربي الجديد التي قالت بأن لصٌ ترك رسالة اعتذار على باب ثلاجة أحد المنازل في مدينة وسط اليمن بعد أن سرق أجهزة كهربائية وإلكترونية وقطع أثاث منزلي بما قيمته نحو 250 ألف ريال يمني. مشتاق الفقيه قال لمراسل الأناضول أن لصٌ قام بسرقة منزل شقيقة زوجتي في حي الزهراء بمدينة تعز وترك خلفه رسالة اعتذار لأصحاب المنزل المسروق، وأشار إلى أن أصحاب المنزل غادروه قبل أيام وانتقلوا للعيش مؤقتا بمنطقة الريفية في تعز بسبب تعرض حيهم الخاضع لسيطرة الحكومة بين الحين والآخر للقصف المدفعي من الحوثيين. أضاف الفقيه أن زوجته ذهبت اليوم إلى المنزل لتفقده بطلب من أختها وفوجئت برسالة كتبها اللص وتركها على باب الثلاجة، جاء فيها: أنا ما سرقت والله إلا من الجوع، المعذرة منكم أخوكم عبد أحمد. ونشر الفقيه صورة الرسالة التي تركها اللص عبر حسابه الفيسبوك وأشار إلى أن اللص لم يسرق كل ما في المنزل من أثاث وأجهزة. في الشأن العربي، كتب الأكاديمي والوزير التونسي السابق سالم الأبيض مقالا مطولا بعنوان: عندما تقود إسلامية بلدية تونس، ومما جاء في المقال: يتعلق الأمر بسعاد عبد الرحيم، المرأة التي فازت برئاسة بلدية مدينة تونس، أو مشيخة الحاضرة كما كانت تسمى في المراسلات والنصوص القانونية لدولة البايات الحسينيين، الذين شهد زمن ولايتهم الاستعمار الفرنسي وأفل نجمهم بإعلان الجمهورية في تونس في 25 يوليو تموز 1957. لم يكن مؤسسو بلدية الحاضرة وشيوخها منذ سنة 1789 تاريخ إعلان مشيخة تونس وإلى 3 يوليو تموز 2018 اليوم الذي انتخبت فيه سعاد عبد الرحيم، يخطر ببال أحدهم أن هذه البلدية التي توازي في الأهمية بالنسبة لبلدانها بلديات باريس أو لندن أو نيويورك أو إسطنبول، والتي لم يترأسها سوى الرجال أكثر من قرن ونصف القرن، ستتولى أمرها امرأة. لم يكن صعود سعاد عبد الرحيم إلى هرم بلدية تونس مجرد مدخل لكسر تابوهات الهيمنة الذكورية باعتبارها عرفاً ضارباً في القدم، وكسراً لتحريم المنصب على غير البلدية أصيلي الحاضرة وأرستقراطياتها القديمة وعائلاتها المتنفذة، وإنما قطع من إرث تولي الدستوريين والتجمعيين نسبة إلى حزب التجمع الدستوري المنحل دون غيرهم هذا المنصب المهم في الدولة، واحتكارهم له على مدى حكمي بورقيبة وبن علي. ويعد مجيء الإسلاميين إلى رأس هذه البلدية بعد 10 سنوات من تدشين مبناها الضخم بالقرب من مركز السلطة التقليدي والتاريخي في القصبة انقلاباً عميقاً في المعاني والرمزيات وشاهداً على تبدل أحوال الناس. استطاع الإسلاميون بترشيحهم امرأة وتوليتهم لها على رأس بلدية الحاضرة أن يقتحموا بيوت قوى الحداثة التقليدية المشتغلة بقضايا النسوية والمرأة والجندر عشرات السنين، ونواديهم ومنتجعاتهم، وأن ينافسوهم في الاستعمال والتوظيف والتسويق والدعاية والإشهار. فقد عجت الشاشات العالمية ومواقع الشبكة الافتراضية والصحف الإلكترونية بصور رئيسة بلدية تونس الجديدة التي اخترقت المنظومة التقليدية من دون أن تكون خريجة جمعية النساء الديمقراطيات أو اتحاد المرأة التونسية أو غيرهما من الجمعيات النسائية التونسية التي تحظى بالقبول الدولي والتمثيلية في المنظمات الدولية وغير الحكومية، ما يمكن حركة النهضة عن طريق النصر الذي تحقق لها على حساب حلفائها اللدودين الذين تشترك معهم في الحكم منذ 4 سنوات. أظهر لقاح تجريبي يعكف العلماء على تطويره منذ 40 عاما لمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز بحسب موقع شبكة البي بي سي، استجابة مناعية على البشر ونجح في حماية القردة من الإصابة بالعدوى بحسب دراسة نشرت في دوريات لانسيت الطبية. وانتقلت تجارب اللقاح إلى المرحلة التالية من الإجراءات التجريبية قبل الموافقة عليه، وذلك بعدما أثبت العقار أنه آمن على البشر
البشر، وسيجري اختباره على 2600 امرأة في جنوب أفريقيا لبحث ما إذا كان سينجح في الوقاية من الإيدز أم لا. لكن فريق الباحثين في الدراسة وخبراء من الخارج يحذرون من أنه على الرغم من النتائج المشجعة حتى الآن، فإنه لا ضمانة لنجاح العقار في المرحلة التجريبية. وقال دان باروتش المشرف على الدراسة والأستاذ في جامعة هارفارد لوكالة الأنباء الفرنسية، نجاح اللقاح في حماية ثلثي القردة في تجربة معملية لا يعني أنه سيقي البشر، لذلك نحن في حاجة إلى انتظار نتائج الدراسة قبل أن نعرف ما إذا كان سيقي البشر من الإيدز أم لا. وأضاف أن هذا هو خامس لقاح ستختبر فعاليته على البشر خلال تاريخ الإيدز الممتد منذ 35 عاما في جميع أنحاء العالم. أفادت إحدى الشركات الأمريكية وكما جاء في صحيفة البيان أنها توصلت إلى ابتكار طلاء جديد صالح للأكل من النفايات الزراعية يحافظ على بقاء الفواكه والخضروات طازجة لفترة طويلة. نقل موقع إلكتروني عن الشركة قولها أن الابتكار يسهم في زيادة وتعزيز الأمن الغذائي ويعزز الاقتصاد الدائري في العالم عن طريق إعادة استخدام النفايات الزراعية وخفض إنتاجها. ويعتمد ابتكار الشركة المتخصصة في علوم المواد للطلاء على استخلاص الدهون من طبقات النفايات العضوية وتصنيعها على شكل مسحوق باودر يعاد تذويبه عند طلاء المنتجات الزراعية. تعتقد الشركة أن الطلاء من شأنه أن يخفف الضغوط على المزارعين وشركات النقل مع ترك المنتجات في الحقل لفترة أطول لتنضج بشكل طبيعي ونقلها وبيعها دون احتمال تعرضها للعفن والتلف، وهذا يخلف نفايات أقل خلال دورة الحياة الزراعية. وفي شأن عالمي متصل بتطور الإعلام، كتب مأمون أفندي في جريدة الشرق الأوسط مقالا بعنوان الإعلام الجديد، استهله بسؤال عما إذا كان هذا الإعلام يستطيع أن يشكل وعيا جديدا وبالتبعية مجتمعا جديدا ومن ثم شرق أوسط جديد. ويجيب الكاتب على تساؤله بالقول: الإجابة القصيرة هي لا، ولكن السؤال الأهم هو لماذا لا؟ الأدوات الجديدة من آيفون وإنترنت هي حاملة للمحتوى وللغة ذلك المحتوى. ومن ملاحظاتي خلال الأعوام العشرين الماضية من متابعة ظاهرة ما يسمى الإعلام الجديد أو الإعلام الصغير، لم ألحظ تغييراً واضحاً في اللغة. إذا كان هناك إعلام جديد فبالضرورة تكون اللغة جديدة وباللغة الجديدة، لا أعني المفردات، فاللغة الجديدة ليست مجرد مفردات جديدة أو مرادفات جديدة، بل هي في المقام الأول تكمن في تشكيل علاقات لغوية جديدة يمكن لها أن تنتج وعياً جديداً، فالوعي الجديد لا تنتجه علاقات لغوية قديمة. إذا كان ثمة شيء حدث للغة في الإعلام الجديد فهو تدني هذه اللغة، ولا أعني بهذا الانتقال من فصحى المتعلمين إلى عامية أو خليط بين العامية والفصحى، فربما ينتج هذا الهجين شيئا مختلفا بتراكم السنين، ولكن ما أقصده هو أن العلاقات اللغوية التي أنتجت مجتمعا أبويا وتسلطية سياسية هي ذات العلاقات، سواء كان التعبير عن الفكرة بالعامية أو بالفصحى أو بخليط بينهما. قبل ظهور الإنترنت كانت هناك محاولات جادة لخلق علاقات لغوية جديدة من خلال ما عرف في ثمانينيات القرن الماضي بتيار الحداثة في الأدب، متمثلة في مجموعة شعر في بيروت تزعمها كتاب مثل أدونيس وسعيد عقل، وفي مصر صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي وأمل دنقل وآخرين. كانت محاولات جادة في خلق علاقات لغوية جديدة في الشعر خصوصا ومن بعده في الرواية، وكان في تلك الفترة العمل الأدبي أهم من كاتبه. أما الآن وفي عصر الميديا الصغيرة فصاحب العمل أهم من النص، فالقصة ليست ترويجا إعلاميا للنص بل للشخص وصورته وطريقة ملبسه على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات إلى آخر هذه الأدوات الجديدة. موت المعايير في الإعلام الجديد والاحتفال بشخص المؤلف هو عكس حركة الحداثة ودائرة الحداثة التي كان أساسها موت المؤلف، وأن النص هو ما يتصدر المشهد. الحداثة تقول بموت المؤلف، بينما الإعلام الجديد كله عن المؤلف.
ومن الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة الشرق الأوسط عنوان إنقاذ 4 من الصبية المحاصرين داخل كهف بتايلاند، حيث قال عضو كبير بفريق إنقاذ محلي في تايلاند أنه جرى إخراج 4 من الفتية المحاصرين داخل كهف بإقليم تشيانغ راي منذ 15 يوما في إطار عملية إنقاذهم. وذكر قائد عملية الإنقاذ أنه سيتم استئناف العملية بعد 10 ساعات، وهو الوقت الذي يحتاجه عمال الإنقاذ للإعداد للمرحلة التالية، مشيرا إلى وجود 90 غواصا يشاركون في العملية بينهم 50 أجنبيا و40 تايلانديا. وبدأت السلطات في تشيانغ راي شمال البلاد مهمة إنقاذ محفوفة بالمخاطر الأحد لإخراج فريق كرة قدم للناشئين مؤلف من 12 صبيا ومدربهم محاصرين داخل كهف بعدما غمرته المياه قبل أسبوعين. عن محنة الطلاب التايلانديين وجهود إنقاذهم ننقل لكم صورا من صحيفة الديلي تيليغراف تلخص ملامح تلك المحنة مع الجهود العظيمة المبذولة لإنقاذهم. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.